ازيكم مرة تانية؟ تمام، الحمد لله. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في هندسة الصوت بشكل مختلف شوية. المصطلح التقني اللي احنا مجهزينه النهاردة هو الصوت، هو الصوت. تمام. الصوت نفسه لازم نتكلم عن ايه هو الصوت، ايه هو الصوت. تمام، لازم نعرفه كويس، وبعدين ننطلق من التعريف ده لمسألة هندسة الصوت. هتضايق من الموضوع ده، هتضايق من موضوع الصوت ده، ماشي؟ هتضايق. يبقى المصطلح احنا هندرسه النهاردة هو الصوت. ايه هو الصوت؟ نتكلم بقى شوية فيزياء صغيرين كده. الصوت عبارة عن موجات تضاغطية ذات أثر ميكانيكي. تعالوا نشرح الكلام ده بسرعة كده وببساطة شديدة جدا. الصوت هو عبارة عن موجات تنتقل سواء في الهواء أو عبر الأجسام الصلبة أو السائلة، يعني بينتقل في الثلاث حالات بتوع المادة، الصلب والسائل والغازي. تمام؟ طب يعني ايه موجات تضغطية؟ يعني موجات بتطلع ورا بعض ورا بعض ورا بعض، كل موجة تضغط على الموجة اللي قبلها لحد ما اخر موجة تقع على الارض او تخبط في جسم فتنعكس. حد فاهم حاجة؟ يبقى الصوت هو عبارة عن موجات تضغطية تطلع. انا دلوقتي بتكلم اهو، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ الاحبال الصوتية عندي بتصدر او بتصدر موجات تضاغطيه ورا بعض ورا بعض. الموجات دي بتضغط على بعضها في الجو، دلوقتي في الحاله اللي احنا فيها دي بتضغط على بعض في الجو لحد ما تخبط، لحد ما اخر موجه ايه، تخبط في الارض مثلا او في الحيط فتقع فتسمع حضرتك الصوت. خلاص. فذات اثر ميكانيكي يعني ذات اثر حركي. إمكانيات وحدود الأذن البشرية بقى في موضوع الصوت، خد بالك المصطلحات دي مهمة جدا. إمكانيات وحدود الأذن البشرية في الصوت، الودن ممكن تسمع من 20 دي بي أو ديسيبل أو 20 ذبذبة إلى 20,000 ذبذبة. يعني الصوت اللي هو تردده 20 ذبذبة في الثانية الودن البشرية تسمعه، من 20 ذبذبة إلى 20,000 ذبذبة أو 20,000 تردد. تمام؟ لأن الصوت ده الموجات دي عبارة عن ترددات. تمام؟ فالأذن البشرية الصوت لو هو 20 تردد نسمعه، ولو هو أكتر من كده لحد 20,000 ديسيبل أو 20,000 ذبذبة برضو هنسمعه. في كلام مهم جدا هنقوله على الصوت دلوقتي. فاللي قلناه ده اتفهم؟ لا، خد بالك احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه، عن تردد او درجة الصوت. تمام. لو درجة الصوت 20 ديسيبل، 20 ديسيبل، الاذن البشرية هتدرك الصوت، هتسمعه، لان معناه ان الصوت ده مدرك بالنسبة للاذن البشرية. لو اكتر من 20 ديسيبل الى ان يصل الى 20,000 ديسيبل اللي هي الهيرتز يعني التردد، تمام، برضو الاذن البشريه هتدركه. لو اعلى من كده، اعلى من 20,000، هيبقى في صوت موجود ولكن الاذن البشريه مش هتسمعه. لو اقل من كده، لو اقل من 20 ديسيبل، الصوت برضو موجود ولكن الاذن البشريه ايه، لا تدركه. زي ايه يا شباب؟ الأصوات اللي أقل من 20 ديسيبل زي الأصوات القشرة الأرضية، الأصوات اللي بتحصل قبل الزلازل، اضطرابات القشرة الأرضية، وعشان كده الفئران بتتنبأ بالزلازل. فهمتوا الفكرة دي إزاي؟ لما بيحصل أي هزات أرضية قبلية، يعني أي أصوات بتصدر عن القشرة الأرضية، بتنبأ بأن في زلزال هيحصل. فالفئران لوحدها، تمام؟ بتسمع او بتشعر بهذه الموجات التحت صوتية اللي هي اقل من 20
ديسيبل في الثانية. فهمنا دي؟ طيب تعالوا نتكلم بقى في مسألة الصوت كإنرجي كطاقة. الصوت كطاقة لحد 20,000 ديسيبل الأذن البشرية تسمع، تمام؟ طيب أعلى من 20,000 ديسيبل دي هيبقى اسمها إيه؟ هيبقى اسمها موجات فوق صوتية، ألتراسونيك. الألتراسونيك دي أشعة أو طاقة جبارة جدا، الموجات فوق صوتية دي. إزاي؟ اسمع معي. تقدر تكسر الحديد والإزاز، تقدر تشوف الجنين في الرحم بالألتراسونيك، موجات فوق صوتية. تقدر تقتل اليرقات بتاعة البعوض، تقدر تفتت الأورام اللي تبقى على الكبد والحاجات دي، تمام؟ كل ده بيطلق عليه قذائف، يعني بنطلق على الورم ده، بنحدد بالضبط قذائف نطلقها على مكان الورم فيفتت الموجات أو يفتت الورم الموجود في الكبد عن طريق إيه؟ الموجات الفوق صوتية دي. خلاص؟ حد شايف صعوبة في الموضوع؟ لحد 20,000 الأذن بتسمع، فوق 20,000 دي موجات فوق صوتية. في تجارب أجريت على الموضوع ده يا جماعة، عرفنا من خلالها إن الصوت له طاقة، وطاقة هائلة جدا جدا. قالك في تجربة أجريت في إنجلترا ان هم وصلوا ميكروفونات في مكان فيه بقر المفروض ان هو بيحلب او بيدر لبن حليب. الميكروفونات دي توصلت بميوزك وسمعوا البقر الميوزك بتاعت بيتهوفن وشوبان وباخ والناس دي، فثبت ان البقر لما بيسمع الموسيقى بيحصل له استرخاء وبيدر لبن اكتر. لسه بنتكلم على ان الصوت طاقة، صوت طاقة هائلة مستخدمة. الصوت والموجات الألتراسونيك تحديدا اللي هي فوق الصوتية بيتم بيها لحام البلاستيك. أقوى مادة حاليا أو أقوى تقنية في لحام البلاستيك تقنية الألتراسونيك اللي هي الموجات فوق الصوتية. تفتيت الأورام والحصاوي، الحصاوي العكلة والحاجات دي كلها بتفتت باستخدام. فيعني شوف الصوت ازاي هو طاقة هائلة، وازاي الناس ممكن تستخدمه في اعمال ممتازة جدا. لسه بنتكلم عن الصوت كتعريف دلوقتي. طيب كل الطاقة اللي في الصوت دي الموجودة بتؤكد على ايه؟ تؤكد على اعجاز القرآن الكريم اللي هو اكتر من 1400 سنة اتكلم عن طاقة الصوت في ايه؟ ان ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني زي قش الزريبة، هشيم المحتضر. الصيحة دي اللي هي يا جماعة الصوت. القرآن كان بيتحدث عن هلاك الاقوام عاد وثمود وغيرهم، فبيتكلم على انه ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم صيحة صوت فتتت الجزيئات بتاعة البنية البشرية نفسها. فكل ده على أن الصوت طاقة. وفي تاني آيات طبعا آيات كتير في القرآن اللي هو إيه، عندنا مثلا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، صيحة صوت. وعن مسألة النفخ في الصور برضو صيحة صوت، الناس كلها هتموت بصيحة ما لها من فواق وهتبعث بصيحة. كل الكلام ده جه في القرآن الكريم من 1400 سنة، من قبل ما الناس تكتشف أصلا طاقة الصوت، وإن الصوت أو الموجات الفوق صوتية، يعني الموجات فوق صوتية العادية بتاعتنا احنا دي بنفتت بيها الأورام ونشوف بيها الجايين والكلام ده، فما بالك بالموجات الفوق الصوتية اللي هي جاية من عند ربنا، ما بالك بالموجات فوق الصوتية
اللي هي جايه من عند ربنا تقدر تعمل ايه، فتقدر تفتت بنيه البشر نفسهم، بنيه البشر. تمام. نرجع تاني للاذن البشريه. عندنا الصوت بيتكون من طبقات، الطبقات دي او الدرجات دي بيتحكم فيها مستوى الصوت من حيث تراوحه ما بين 20 و20,000 تردد في الثانية. في نتكلم بقى شوية في ايه، في هندسة الصوت. قبل ما نوضح الكلام ده لازم اقول انه عشان تبقى مهندس صوت او عشان تتعامل مع الصوت بشكل احترافي، تتحكم في كل طبقات الصوت، لازم تعرف مصطلحات معينة عشان تدخل الى عالم الصوتيات. لازم تعرف مصطلحات مهمة جدا في مسألة التعامل مع الصوتيات. زي ايه يا شباب؟ هنتكلم دلوقتي في حاجة مهمة جدا وهي طبقات الصوت. عندنا ثلاث مناطق واضحة للصوت بنقيس بيها درجة الصوت أو طبقة الصوت. عندنا المنطقة الغليظة في الصوت وهي الأقرب إلى 20 ديسيبل، المنطقة اللي تحت دي بنسميها بيز، بيز زي دي كده، صوت غليظ. تمام. وبعدين بنتجه شوية أكثر حدة إلى منطقة وسطى أو طبقة وسطى في الصوت بنسميها ميد، الميد رينج، المنطقة المتوسطة أو الطبقة المتوسطة للصوت. عندنا أحد منطقة في الصوت اللي هي الأقرب إلى 20,000 بنسميها تريبل، تريبل المنطقة الحادة جدا في الصوت أو أحد طبقة من طبقات الصوت اللي ممكن الأذن البشرية إيه تدركها. يبقى عندنا ثلاث مناطق صوتية بيتحكم فيها درجة الصوت وتراوحها من 20 ديسيبل إلى 20,000 ديسيبل. خلاص كده. كلما اقتربنا من 20 ديسيبل كلما كان الصوت ايه غليظ، وكلما اقتربنا الى 20,000 ديسيبل كلما كان الصوت حاد. تمام كده. تعالوا دلوقتي ناخد نماذج لموضوع البيز والتريبل والميد رينج ونشوف بشكل عملي الصوت هيبقى عامل ازاي هنا وهنا وهنا. نفتح كده احد برامج هندسه الصوت، برنامج الجولد ويف، وهنسحب عليه ملف موسيقي علشان نعرف موضوع درجات الصوت ده بشكل عملي. خد بالك لان المصطلحات دي احنا بنأسس بيها شغل كتير جدا في هندسه الصوت. خد بالك. Open sound dialog. iTunes not selected 1 of 2. Tape in radio. Folder view list. Pictures 5 of 8. Video 6 of devices. System C 7 of 8. Pro D 8. Folder view list. Wash off. Dr. Ron. Wash. Folder. مؤثرات صوتية. Folder view list. 52710.mp1501.mp3. Process called wave. 1501.mp3. خدنا الملف. هنشغله دلوقتي. ده ملف الصوت الطبيعي. ماشي. طب تعالوا بقى نركز على طبقة طبقة ونعرف هي ايه بالظبط في الملف. نعم. نعم. لا سيبك من النطق خالص. حاجة تسمع حاجة مهمة جدا دلوقتي وهي طبقة
طبقة البيز فقط من الصوت، الطبقة الغليظة بس هي اللي تبقى ظاهرة دلوقتي. اسمع معايا. دي طبقة ايه؟ البيز فقط. يبقى احنا خدنا انهي منطقة يا جماعة؟ الاقرب الى ايه؟ الى 20 ديسيبل غليظة. طب تعالى نشوف بقى الصوت من غير البيز اصلا. Reduce bass. Selected. Almost low bass. Selection removed. Selected low bass. خلاص كده. هنا ده الصوت اللي بدون بيز، بدون الطبقة الغليظة. في ميد رينج وفي تريبل. فاهمين معايا الكلام ده؟ احنا دلوقتي اول حاجة بنعرفها مع بعض طبقات الصوت، بنربطها بموضوع الصوت وادراك الاذن البشرية لمناطق الصوت المختلفة. طيب تعال نشوف طبقة تانية. Only bass, select, reduce bass, selected, reduce mid, selection, remove, reduce treble, select, real air curve, thin, selection, remove, thin, thin, reduce, only bass, no bass, inverse real air curve, equal loudness, select, at default, select, equal, at default, boost treble, selected, boost treble. تعال بقى اسمع التريبل. اسمع طبقة التريبل. هي اللي واضحة. تمام؟ في بيز مش مفيش، ولكن الواضحة تريبل. تمام؟ طيب اسمع الميد رينج بقى. اسمع الميد رينج الطبقة الوسطى. اسمع. خلاص كده. حد مش فاهم طبقات الصوت؟ عرفنا بيز يعني ايه وتريبل يعني ايه وميد رينج يعني. اي سماعات صب دلوقتي فيها بكرة مختصة بفكرة انه البيز يبقى قد ايه. يعني مثلا دلوقتي انا هقول لكم حاجة، اسمعوا كده. انا دلوقتي صوتي مفهوش بيز كتير. لو عملنا كده انا صوتي كده ايه، في بيز، لان انا زودت البيز في الصب. طب لو كده، لو الصوت كده كده ما فيهوش اي بيز خالص، خلاص انا لغيت البيز من الصب. نرجع تاني شويه بيز خفيف كده. كده كويس. تمام كده الصوت فيه نسبه معقوله من البيز. البث بيقطع. انا الحقيقه مش عارف. طيب يا جماعه معلش يعني استحملونا، على الانترنت المحاضره ان شاء الله مسجله وهتبقى مرفوعه. الانترنت انا مش عارف مشكلته ايه. الله أكبر له. فعرفنا يا شباب طبقات الصوت الأذن البشرية بتدركها اللي احنا بنتكلم فيها دي الموجات الصوتية فقط. يبقى احنا كده أخدنا إيه؟ كلمنا عن تعريف الصوت إن هو موجات تضغطية ذات أثر ميكانيكي. عايز بس اقول لكم ان الموجات فوق الفوق صوتيه دي اللي هي الالتراسونيك موجات تصادميه مش تضغطيه. يعني الكبد لما بنفتت الورم بتاعه بتحصل موجات تصادميه وليست موجات تضغطيه. الموجات التضغطيه اللي هي موجات الصوتيه العاديه بتاعتنا احنا اللي بنسمعها. خلاص. طيب خدنا تعريف الصوت، خدنا الصوت، عرفنا ازاي الصوت طاقه، طاقه هائله جدا بتستخدم في حاجات كتير جدا دلوقتي، تفتيت الحصاوي والأورام وقتل البعوض وتكسير الزجاج والحديد وطبعا اكتشاف الجنين من الرحم والكلام ده. فكلها حاجات بتستخدم عن طريق تقنية الألتراسونيك أو الموجات فوق الصوتية. كان عن إدراك وإمكانيات الأذن البشرية للصوت والطبقات المختلفة للصوت، وعرفنا يعني ايه بيز ويعني ايه ميد ويعني ايه تريبل. تعالى دلوقتي نتكلم في حاجة مهمة جدا في الصوتيات وهندسة الصوتيات، وهي مسألة الصوت اللي انت بتسمعه عن طريق السماعات. عن طريق السماعات عندنا
اكتر من تقنيه لوصول الصوت لودانك. اول تقنيه انت تسمع الصوت مونو. مونو يعني ايه؟ تخيل انت لابس هيدفونز، لابس سماعات في ودانك، فهتسمع صوت واحد بس من السماعتين، يعني هتسمع الودن اليمين زي الودن الشمال بالظبط، مفيش اي اختلاف ولو همسة. ماشي؟ طالما الصوت وصل لودنك بالتقنية دي يبقى اسمه مونو احادي، يعني الصوت بيصل لحضرتك عن طريق قناة واحدة بس. يعني لو بتسمع بسماعة اذن واحدة بس هتكفي، هتغنيك. يبقى دي تقنية المونو. خدوا بالكوا عشان ان شاء الله لو في وقت نعمل مجموعات عمل عن الكلام ده. ماشي؟ يبقى في مونو، التقنية الصوت الأحادي. عندنا التقنية الأعمق منها شوية اسمها ستيريو. ستيريو يعني ايه؟ انت لابس نفس الهيدفون وبتسمع نفس الملف، ولكن يفرق في ايه بقى؟ ان انت بتسمع في الودن اليمين حاجات بتسمع غيرها في الودن الشمال في نفس الوقت، في نفس الوقت. تمام؟ يعني عندك اكتر من قناة لنشر الصوت او لبث الصوت، قناة مسؤولة عن ايصالها لودنك السماعة اليمين، وقناة اخرى مسؤولة عنها السماعة الشمال. ده بالنسبة للستيريو. يبقى عندنا مونو وعندنا ستيريو. في تقنية حديثة في الصوت اسمها 3D. 3D هي خط عرضي ما بين القناتين اليمين والشمال، بيخلي الصوت يتحرك بشكل رأسي فوق وتحت وكده. يعني تقنية الثري دي في برامج مختصة بإنشائها، وفي بلاجنز مختصة بإنشاء تقنية الثري دي. يمكن دكتور أحمد عبد الظاهر عمل محاضرة في مسألة تقنية الثري دي والبلاجن اللي بيشغلها، ممكن ترجعوا لها. لكن في تقنية الثري دي موجودة، وفي مونو وفي ستيريو. حد مش عارف الفرق بين التلاتة؟ عشان لو جالك في الامتحان تاني كمان. عارف، ما انا قلت، انا قلت والله 3D ثلاثي الابعاد. ثلاثي الابعاد، صوت ثلاثي الابعاد، ليه بعد ثالث او قناة تالتة لبث الصوت، قناة بشكل رأسي. كأنك الصوت يعني كأنك في صوت طبيعي فعلا في المكان اللي انت فيه او في الحيز اللي انت فيه. مونو صوت احادي، ستيريو ثنائية القنوات الصوتية، وثري دي اللي هو البعد الثالث او الصوت ثلاثي الابعاد. ستيريو، الستيريو اللي هو ايه؟ الستيريو اللي هو انت حضرتك لابس هيدفونز او عندك سماعتين قدامك، في سماعة جايبة مثلا صوت ايقاع وسماعة تانية جايبة صوت كمانجا مثلا. خلاص، ده الستيريو، ان انت يبقى في مكونات هنا موجودة عكس المكونات الموجودة في السماعات الايه، في السماعة الاخرى. خلاص. طيب، انا طبعا كنت عايز اسمعكم مونو وستيريو، لكن عشان القاعة كبيرة مش يعني مش هينفع تلاحظوا الفرق ده الا اذا انت قريب جدا من مصدر الصوت. طيب، ناخد ايه تاني في مصطلحات الصوت لازم تعرفها انت كراجل مهندس صوت؟ في مسألة التسجيل، تسجل صوت. يعني ايه تسجل صوت حضرتك؟ تسجل صوت، الصوت ده عبارة عن موجات، صح؟ يبقى اذا عملية تسجيل ايه اللي بيتم من خلالها؟ عملية تسجيل الموجات الصادرة عن سواء الحنجرة الصوتية بتاعت شخص، او الصادرة عن آلة موسيقية، او الصادرة عن اصطدام اجسام ببعضها، تسجيل هذه الموجات على اقراص للتخزين زي الهارد والفلاشة والكلام ده. اذا هذه هي عملية ايه؟ تسجيل الاصوات، تسجيل الاصوات. طيب تعالوا دلوقتي نسجل صوت ونشتغل عليه، نسجل صوت ونشتغل عليه. نعم؟ نعم، في سؤال؟ طيب،
Control Properties Dialog Tab Control. أنا هظبط حتة التسجيل عندي. Control Properties Dialog Tab Control. Record Tab Select. Visual Tab Select. Device Tab Selected. Device Property Page Latency Yes. Volume Test Button. Combo Box Speakers Slash H. Edit Selected. Alternative Initialization Quality 192,000. Record Grouping. Combo Box Headset Make It High Definition Audio Codec 0520 Collapsed. الحقيقة هيدسيت يا رب يسجل من المايك ده. Test button 700 left channel radio. نشوف دلوقتي. Quality 40 joystick slap. Okay button. Cancel button. Okay button. Spot gold wave 1501.mp3. لما تيجي تسجل يا شباب, لما تيجي تسجل صوت في أي برنامج, بيطلب منك أنت عايز صوت اللي هتسجله ده عايز تسجله بتقنية مونو ولا ستيريو, وعايز تسجله ببيتريت قد إيه, يعني الترددات اللي هياخدها منك قد إيه, تمام؟ وعايز الصوت ده مثلا تسجل تسجيل مفتوح او مقيد بدقائق معينه. طبعا انا هكلمكم في الاخر عن بعض البرامج اللي ممكن تذاكروها كويس او تسمعوا محاضراتها, لكن ده مش مجال ان احنا نتكلم عن برامج بعينها, ولكن احنا بنعمل مدخل بسيط في هندسه الصوت, ازاي تدخل طريق هندسه الصوت. خلينا كده نجرب تسجيل. Record properties. Device. Device. دلوقتي احنا بنسجل تجربة ملف صوتي عشان نشوف نشتغل عليه ونجري عليه بعض العمليات الخاصة بالصوت, وان شاء الله يكون بيسجل عشان ما نضطرش نشيل المايك ونعمل حاجات ايه ممكن يعني تعمل خلل في نظام الصوت اللي احنا ماشيين بيه. هنقفل الصوت, نقفل التسجيل. Play 3 button. قفلنا, نشغل كده. Space. Stop button. دلوقتي احنا بنسجل تجربة ملف صوتي عشان نشوف نشتغل عليه ونجري عليه بعض العمليات. تمام, ده جزء من الملف احنا سجلناه بالفعل دلوقتي. طيب ما دام اتكلمنا في التسجيل, عشان حضرتك تنشئ تسجيل جيد ايه الشروط, تعمل ايه بالظبط عشان تسجل تسجيل ما فيهوش اي دوشه؟ اولا تختار الهاردوير اللي انت بتستخدمه, مايك يكون جيد, مايك كويس, وتجربه قبل ما تشتريه. ومش هقدر اقول لك على انواع مايكات لانه ممكن تلاقيها ممكن ما تلاقيهاش, فانت جرب المايك كويس قوي مهما كان سعره رخيص او غالي, ما تهتمش بفكره الاسعار, اهتم دايما بالتجربه. جرب المايك اللي يجيب صوتك انت بس, مايك اللي يكون فيه حاجه اسمها نويز كانسليشن او فلتره او الغاء للنويز, الغاء للدوشه للضوضاء. جرب المايك اللي يكون بيجيب الثلاث طبقات للصوت اللي هو بيز تريبل ميد رينج. لو مايك سجلت بيه ولقيت انه ما فيهوش بيز مثلا ما تشتريهوش, لقيت ان المايك ما فيهوش تريبل كفايه ما تشتريهوش. فيبقى عندك صبر على التجربه, عندك صبر على التجربه, تجربه المايك. تمام يا شباب. يبقى عندنا المايك, لازم نختار مايك كويس. عندنا كارت الصوت هو المسؤول عن ادخال واخراج الاصوات من والى الجهاز. يبقى اذا لازم نختار كارت صوت جيد, سواء في مسألة الانبوت او ادخال الصوت للجهاز. يبقى احنا خدنا هو انبوت يعني ايه؟ يعني ندخل صوت للجهاز انبوت, اوتبوت نخرج بقى الصوت من الجهاز اللي هو مسؤول عنها ايه؟ السماعات. يبقى كارت الصوت بينظم عملية ادخال واخراج الاصوات من وخارج الجهاز. نختار كارت صوت جيد
وعندنا أمثلة كتير لكروت الصوت وبرضو نجربها. أخيرا نختار السماعات اللي هنسمع بيها الصوت، تكون سماعات جيدة، سواء السماعات دي هيدفونز أو سماعات صب. اختار التلات حاجات دول بعناية، لأن هم دول نظام الصوت اللي انت هتشتغل بيه، سواء المايك أو الساوند كارد أو كارد الصوت والسبيكرز اللي هي السماعات. خلاص؟ طيب اما تيجي تسجل اختار المكان. خلاص انت ايه جهزت المعدات بتاعتك، اختار المكان اللي انت هتسجل فيه، يكون بعيد عن الدوشة، مكان مغلق، ما يكونش مكان مفتوح، ما فيش مصادر حتى للهواء، يعني ما يبقاش في مثلا مروحة جنبك او مكيف بيعمل صوت او كده. اختار دايما البيئة المناسبة للتسجيل، المكان والبيئة المناسبين لموضوع التسجيل. ايه كمان عشان تسجل؟ ايه كمان؟ لما تستخدم مايك وتسجل بيه حاول دايما تكون قريب من المايك، لكن ما تحطش المايك بشكل مباشر قدام بقك، تحط المايك بشكل كده ايه تعريج او بشكل موارب كده، بحيث الحروف اللي زي الب والف والحاجات دي ما تعملش ايه، ما تطلعش هوا فيأثر على التسجيل. خد بالك الحاجات دي مهمه جدا لو انت هتشتغل، لو انت عايز تطلع شغل احترافي، شغل متقدم، يبقى لازم تركز في الحاجات دي. يبقى عندك مايك جيد، عندك كارت صوت جيد، عندك سبيكرز جيده او سماعات جيده، وفرت بيئه مناسبه للتسجيل، وحطيت المايك بشكل يلائم ان انت لما تتكلم تتكلم تكون قريب، ولكن يبقى المايك ما يبقاش في مرمى الهواء بتاع الفم، عشان لما تقول به وفه والحروف اللي فيها هواء كتير ما ايه ما تطلعش في المايك وتاثر على التسجيل. طيب اسمع كده التسجيل ده الخاصه بالصوت، اسمع ان شاء الله يكون بيسجل. اسمع اسمع الحته اللي قبل صوتي، اسمع. دلوقتي احنا بنسجل غير صوتي، لاحظت ايه؟ لا يعني في حاجه موجوده مع الصوت، هوا. برافو عليك. الهوا ده مش مطلوب يطلع تماما. طب هو حصل وطلع هوا، ما فيش حل؟ لا طبعا، في مهندسين الصوت يعرفوا حاجه كويس قوي اسمها الفلتره. الفلتره، الفلتره هي ايه؟ هي تنقيه الصوت من جميع الشوائب اللي فيه. طبعا امكانيات البرامج اللي بتشتغل في الموضوع ده متفاوته، في برامج بتشتغل على الفلتره يعني بشكل جيد في بعض النويز، اصل النويز كلها مش واحده، الضوضاء اللي في الصوت مش واحده. يعني مثلا دلوقتي احنا عندنا ضوضاء الهس اللي هي الهوا دي، هيسنج، دي اسمها هيسنج، تمام. ممكن يبقى في ضوضاء تانيه في الصوت اللي هي اللي هي دي، تمام. في زنه، في هم، في هامينج. يبقى عندنا هيسنج، ده نوع من انواع الضوضاء او النويز، مش هنقول بقى نويز، مش هنقول ضوضاء، ماشي. يبقى عندنا نويز من نوع الهيسنج، وعندنا نويز هامينج بيعمل بيزن كده، وعندنا انواع اخرى يعني ديستورشن، بتبقى يعني نويز خارجه من الالات الموسيقيه زي الجيتار وغيرها، وعندنا حاجات تانية كتيره برضو كلها انواع يمكن تنقيتها في مساله الفلتره. طبعا انا مش هتكلم دلوقتي انت ممكن تفلتر ازاي، لان انا قلت لك انت هترجع على، بس هقول لك البرامج. يعني مثلا عندك ساوند فورج، في اداه ممكن تدور عليها وتجيبها، وان شاء الله احطها لكم هنا على الماستر، اسمها نويز ريدكشن. نويز ريدكشن انا بعتبرها اقوى اداه في مساله الفلتره، بتشيل اي نويز مهما كان نوعها، من غير اي حاجه، من غير ما تاثر. ما هو الشطاره في ايه؟ ان انت تشيل الاثر او تشيل النويز من غير ما تاثر على اصل الصوت، تمام. برنامج زي الجولد ويف ممكن يشيلك، لكن هياثر على طبيعه الصوت، فده ما تستخدموش. الصح ان انت تستخدم حاجه او تقنيه او فلتر او بلاجن او اي حاجه عايز تسميها، سميها اضافه يعني، تفلتر بيها الصوت
تنظفه كويس قوي ولكن ما تأثرش على الصوت نفسه، الصوت الطبيعي، الصوت الطبيعي. خلاص كده. طيب عندنا ايه كمان يا جماعه مصطلحات لازم يبقى إيه؟ خلاص اخدنا الفلتره، يبقى الهواء ده مش لازم يكون موجود. التجربه اسمع ملف صوتي، الهواء ده مش لازم يكون موجود خالص في الصوت. ايه كمان عندنا؟ حاجه اسمها ميكس. ميكس ان انت تدمج ما بين صوتين. عندنا سبيس ستوب بتن عشان نشوف سبيس بلاي ثري بتن، بس عايز ايه كنترول بلاي ثري. اجيب الملف ثواني كده خليكم معايا. اوبن ساوند 1501.mp3 not selected 1502.mp dialog gold wave 1502.mp. الصوت ده Untitled one. وعندي نشتغل عليه ونجري عليه بعض العمليات. صوتي اللي انا سجلته، هل ممكن ادمج الاثنين ببعض ومن المكان اللي انا عايزه؟ وممكن هنا احط هنا وهنا احط. اه ممكن تعمل كده. هسمعك دلوقتي. لا ازاي دي؟ انت بقى تذاكر وتدور على المحاضرات وتسمع، تمام؟ بس انا بحط رجلك على اول طريق ان ممكن في مصطلح اسمه ميكس. ميكس ده تدمج الصوتين ببعض. 1501.mp3 ناخد 1502. الصوت ده بتاعي حدده كوبي كوبي Untitled one. نروح للفايل التاني 1501.mp3 Untitled one. عندنا ملفين مفتوحين 1501.mp3 1502.mp3 نقفل ده كده 1502.mp3 Untitled one. هناخد صوتي Select one. Cut. كوبي كوبي 1502. نيجي هنا File sub menu Mix. لو عملنا كده اسمع. طيب هو صوت موجود، صوت موجود لكن واطي. لا لا هو جه بس واطي. تعال نعليه شويه، نعمل اندو كده ونقول له Mix dialog timer mix begin edit select the preview button stop button 100.00 1 2 3 4 5 6 7 9 0 0 This project window list PC screen up taskbar Gold wave Mix dialog 281.84% edit selected 9 -42 -40 -30 select all gold wave mix dialog timer mix begin edit منتصف preview button stop button 100.0 hit fast 12 fast okay button processing gold wave 1502 select all. اسمع الصوتين مع بعض، بس هو في صوت طبعا صوتي بما انه واطي شويه فهتلاقي الصوت، الصوت الموسيقى طاغي عليه لكن دي ممكن تتعدل يعني. طب تعال نعمل العكس، نقول له اندو امل نقول له اندو ونعمل العكس تمام. 1502.mp3 ناخد صوت الميوزك select all copy Untitled one select all select all gold wave gold wave 1502. Untitled one select all الخاصة بالصوت ان شاء الله يكون بيسجل عشان ما نضطرش. تمام ده صوتي. هناخد دلوقتي صوت الموسيقى 1502.mp3 كوبي كوبي Untitled one ونروح هنا ونعمل ميكس ميكس دايلوج تايمر ميكس وبيجن اديت بريفيو ستوب بتن
100.00% edit. -15 -16 -17.00. Project window list. Taskbar. Next dialogue. 14.13. دلوقتي احنا بنسجل تجربه ملف ده يا جماعه مصطلح ميكس خلاص ده مصطلح ميكس خلاص كده طيب يبقى اخدنا ايه اخدنا بيز تريبل ميد نويز فلتر هيسنج هامينج ميكس ايه كمان خدناه في المصطلحات ستيريو مونو 3G ها فكروني تمام طيب ناخد وطبعا خدنا ميكس ناخد مصطلح اخر وهو افكتس دي كلمة عامة معناها المؤثرات الصوتية الصوت بتاع اللي انا سجلت بيه ده 15.2.mp3 ده select wall انا كده اعمل هوم ونجيب الصوت من اوله select wall select select wall select wall نشيل المايك ونعمل حاجات ايه ده صوتي بدون اي تأثيرات بدون اي ايه تأثيرات ممكن يعني تعمل خلل في نظام الصوت تعال نشيل نضيف عليه تأثيرات اول حاجة النهاردة ناخدها في التأثيرات حاجة اسمها ايكو ايكو يعني ايه يعني ارتداد او صدى الصوت ايكو ده مصطلح مش غريب علينا على فكره احنا اخدناه قبل كده في الجوز واخدناه في حاجات كتير فايكو يعني صدى او ارتداد الصوت ده تعريف المصطلح تعال نشوف بقى المصطلح ده هو ايه يعني انت مش هتفهمه الا لما تسمعه ده صوت العادي هنقفل اسمع كده دلوقتي احنا بنسجل ده صوت العادي select wall. طيب تعال نضيف عليه ايكو file sub edit effect sub sensor present playback rate نعم يا بابا نعم لا الخطوات مش هتكلم فيها عشان ما فيش وقت volume sub voiceover انا قلت لك في محاضرات موجودة وهقول لك عليه time warp stereos reverse reverb plug in pitch offset mechana invert attack planner filter sub compressor echo dynamics echo echo dialogue عندنا اكتر من نوع من الايكوز 5 1 second echoes selected 5 1 second echo نوع اخر من الايكو بنسجل ملف صوتي عشان نشوف ولا اجدع فراشه اساسا خلاص ف دي فكره الايكو يبقى في تردد او ارتداد او صدى للصوت طب دي بتحصل ازاي فيزيائيا الايكو ده ازاي بيحصل فيزيائيا حد يعرف ايوه تمام احنا ماشي ايه يعني ايه اللي بيحصل فيزيائيا فيعمل الايكو يخلي الصوت يرتد بيمشي في موجات تضغطية ايه اللي بيحصل بقى بعد كده بتخبط ايوه بتخبط وبينعكس بالظبط هو ده الايكو فيزيائيا خلاص يبقى الصوت بيخبط في حاجز
فينعكس فاسمعه بهذا الشكل المتردد. طيب ناخد ايه كمان في الـ الـ التأثيرات. File sub menu, edit effect sub menu, sensor, doppler, dynamics, doppler, sensor. عندنا حاجة اسمها sensor. Sensor. Effect gold wave. Sensor دي بشيل جزء معين من الصوت تمام، وبحط بديل تعال نشوف ده ممكن يتم ازاي. بنسجل تجربة ملف صوتي عشان نشوف دلوقتي احنا بنسجل start 3.780 بنسجل تجربة start 7.840 ملف صوت لكم معايا كده بنسجل تجربة دلوقتي احنا بنسجل تجربة سوني شباب كده select wall ملف صوتي دلوقتي احنا بنسجل تجربة حددت جزء معين من الملف كله خلاص. تعالوا نستخدم الإفكت اللي هو السنسر ده. File sub menu effect doppler sensor sensor dialog preset beep selected beep beep default beep. عندنا طبعا أكثر من نوع من المؤثرات في مسألة سنسر، يعني ممكن نستخدم ده. Gold wave untype. اسمع كده الملف وشوف السنسر هيعمل ايه بالظبط. دلوقتي احنا بنسجل ملف صوتي عشان نشوف دي اللي هي التيت اللي بيستخدموها في التلفزيون بيشيلوا شتيمة والحاجات دي تمام. ده هو المؤثر تمام. فهو ده الموضوع. فسنسر في برامج هندسة الصوت يعني الرقابة، تدخل الرقابة في الموضوع تمام. الرقابة ممكن تحط ايه وتشيل ايه والكلام ده خلاص. نعم select. ينفع ايه ممكن تحط على جزء فاضي، ممكن لو انت عايز تحط مؤثر حط مؤثر على جزء فاضي فهتسمع المؤثر ومش هتشيل حاجة. بس هو فكرته اصلا مش انت تحط زينة، يعني هو فكرته انت تشيل جزء. يعني ده رقيب، يعني البرنامج البرامج الصوتيات عندها نظام رقابة انها المادة موجودة ولكن بوفر نوع معين من الرقابة. طبعا في مؤثرات تانية كتير غير البيب اللي احنا سمعناها دي، ولكن هي هدفها واحد انها توفر نوع من انواع الرقابة. فكرة تقطع وتعدل في الأصوات طبعا فكرة الإديتنج أو التحرير أو التعديل على الأصوات موجودة، تعمل كوبي كات بيست ريبليس، كل القيم دي موجودة في التعامل مع الصوت. ماشي. طيب نروح شوية مزيكا كده ونعرف شوية حاجات تخص المزيكا. دي مقطوعة موسيقية، اسمع بدايتها كويس. بص بدايتها عامله ازاي. ماشي. دلوقتي تعالوا ناخد مؤثر في موضوع الصوت مهم جدا اسمه فيد ان. يعني ايه فيد ان؟ يعني ان الصوت يبدا بمستوى منخفض جدا ثم يرتفع الى نهايه الجزء اللي انت حددته له. يعني الفيد ان في نقطتين، نقطه البدايه ونقطه نهايه التحديد او السلكشن تمام. لان السلكشن او التحديد هي مساله مهمه جدا في التعامل مع الصوتيات.
تعال نشوف اثر الفيدن على الموسيقى دي هيبقى عامل ازاي. عرفنا الفيدن بيعمل ايه بشكل نظري، تعالوا نسمعه كده بشكل عام. Sense Doppler, Dynamic Echo, Compressors, Flag, Attrop, Invert, Make, Offset, Pitch, Float, Reverb, Reverse, Stereo, Time Warp, Stereo, Time Warp, Voiceover, Volume, Submenu, Auto Gain, Change Volume, Fade Inch, Fade and Dialog, minus 12 dB to 0 dB, Logarithmic, Selected minus 12 dB. عندنا كذا مثال للفيدن. 50% Default, minus 90 dB to 0, Default, Selection. اسمع كده ده. اسمع ده. بدأ سايلنت. Minus 12 dB to 0 dB. اسمع ده. اسمع ده كده. Edit focused. Selected silence to full volume. Logarithmic. Project window. List. Piece. Taskbar. Fade and dial. Project window. Taskbar. Fade and dialogue. Silence to silence to silence to full. هو طبعا واضح ان هو عمل ميكس في جزء. بس بص اسمع. تمام. فده الفيد ان. Select all. طيب. عندنا عكس الفيد ان مصطلح اسمه فيد اوت، بيعمل عكس اللي احنا خدناه ده. الصوت اصلا بيكون عالي في الطبيعه، يعني لما تسمع انت اغنيه او اي مقطوعه بتلاقي في مقطوعات ايه، تلاقي الصوت في اخر الاغنيه يهدى يهدى لحد ما يسكت خالص. ده اسمه فيد اوت، ان الصوت بيبدا يتسلل كده واحده واحده لحد ما يختفي تماما. ده اسمه ايه؟ فيد اوت. فيد اوت خلاص. ايه كمان؟ ايه كمان عندنا في مساله الفيدنج والميكس وكده؟ حاجه اسمها فويس اوفر. الفويس اوفر ده هو يعني نموذج للاذاعه او اللي بيعمله الميكسر في الاذاعه. لا لا، غير فويس اوفر الايفون طبعا. طب ليه ده فويس اوفر بتاع الايفون وده فويس اوفر بتاع اللي الاستخدام؟ اقول لك، الفويس اوفر في الايفون او التوك باك في الاندرويد مصطلحات بتعني ان الصوت او ان المهمه اللي بتنفذها على الموبايل بترتد ليك عن طريق الصوت، او بتسمع او يعني بتجيلك عن طريق الصوت. تمام. فالفويس اوفر او التوك باك هما مصطلحين مترادفين لبعض في فكره انه الصوت بيرتد لك، او يعني ان يبقى في مهمه بتنفذها عن طريق الصوت، عن طريق سماعك الاصوات يعني. فده تسميه البرامج الناطقه سواء فويس اوفر او توك باك. اما فويس اوفر الجولد ويف او الفويس اوفر كمصطلح خاص بهندسه الصوت، معناه انه صوتين على بعض. لا لا لا، ما ينفعش. هو انا قلت انه دلوقتي انت عندك الفويس اوفر ده في هندسه الصوت بيعني ان انت تحط صوتين على بعض بشكل اذاعي. تمام. ولكن الفويس اوفر والتوك باك الاثنين، خد بالك، مصطلحين شبه بعض جدا. ده توك باك وده فويس اوفر في الايفون وفي الاندرويد. يعني توك باك نفس الترجمه بتاعت فويس اوفر، مش توك يعني صوت، وباك دي شبه اوفر في الترجمه. فدول مصطلحين مترادفين في الترجمه لانهم بيؤدوا نفس الوظيفه. وظيفه ايه؟ ان حضرتك تنفذ اي حاجه على الموبايل عن طريق الصوت. الصوت بيرتد لحضرتك او بيرجع لحضرتك، ايه، بتعرف من خلاله كل حاجه على الموبايل وبتنفذ اللي انت عايزه على الموبايل. ده الفرق ما بين المصطلحين، سواء مصطلح هندسه الصوت فويس اوفر او الفويس اوفر. يعني ده
محطوط لهدف معين وده محطوط لهدف اخر، ولكن الاثنين ادوا نفس الايه، ادوا نفس الفكره، يعني ادوا اغراض مختلفه ولكن لنفس الفكره. Select all. تعال بقى نعرف الفويس اوفر ده بيعمل ايه. Untitled 1. دلوقتي احنا بنسجل دلوقتي finish 0.91 select all numlock on numlock off. دلوقتي احنا بنسجل finish 0.61 select all. دلوقتي finish 0.40 select all. دلوقتي احنا بنسجل select all. دلوقتي احنا بنسجل copy 1502.mp3 select file submit edit sub effect submit sensor dot dynamics echo compressor slot filter submit flanger interpolate invert make offset pitch plug in reverb reverse stereo sub time warp voiceover volume submit volume change volume change volume dialog change volume dialog 100.00% edit selected 0.00 dash selection removed 7 8 7 8 gold wave 1502 dot select all. File submit edit effects effect sample playback rate volume submenu voiceover voiceover dialog preset default fade background to silence fast fading selection removed default selection removed select. اسمع اثر الفويس اوفر في الصوت. للأسف الصوت عالي برضو، فأنا هحاول أوطيه شوية، أوطيه كتير يعني. هو خد بالك تقريبا يا شباب، هو تقريبا عمل الفويس أوفر على الصوت اللي أنت مسجله، مش يعني هو وطى صوتك أنت تقريبا. دلوقتي إحنا بنسجل finish 2.720 copy 1502.mp3 untitled 1 file submit edit effect submenu effect sample playback rate volume submenu auto gate change volume dialog 100.0 sit that select sit that 8 1 0 gold wave untitled 1 سجل تجريب. دلوقتي احنا بنسجل copy 1502.mp3 select select file submit effect send present playback volume sub voice of volume submenu volume change volume change volume change volume dialog 100 points lahid sif lahid ithnan press gold wave 1502.mp3 select all. نسمع كده مع بعض بعد ما ظبطنا ملفين. دلوقتي احنا بنسجل هسمعكم الفايل كده من اوله. اسمع كده دلوقتي احنا بنسجل تمام. دي فكرة ان يطغى صوت على صوت ميكسد، يعني يبقى في ميكس بينهم ولكن يبقى في صوت طاغي على صوت لفترة زمنية معينة، ينخفض لصالحها صوت ويرتفع صوت اخر، ده هو الفويس اوفر. عندنا مصطلحات تاني كتير في هندسة الصوت.
File submenu. Edit effect submenu. Effect Doppler. Dynamics. Echo. Compressor slash expand. Filter submenu. Flanger. Filter submenu. طبعا عندنا الفلترة فيها حاجات كتير وقلنا اتكلمنا عنها. Flanger. Interpolate. Invert. Mechanize. Invert. Mechanize. Offset. Pitch. Plug and unavailable. Pitch. البيتش هي طبقة الصوت. Pitch. لما تسمع او حدة الصوت يعني. Effect submenu. تعال نشوف موضوع البيتش ده. Untitled 1. بنسجل تجربة ده صوتي الطبيعي. طب تعال نشوف البيتش ها ممكن تعمل فيه ايه. File submenu edit effect sub effect type echo compress filter flanger interpolate invert mechanize offset pitch pitch dialog preset grouping combo box 75% tempo unchanged selected. دلوقتي احنا بنسجل تجربة selection removed ملف صوتي project window PC screen only default taskbar ونجري عليه بعض العمليات. دلوقتي احنا بنسجل تجربة. دلوقتي احنا بنسجل تجربة ملف. دلوقتي احنا بنسجل داون اوتيف سلكت داون اوتيف. دلوقتي احنا بنسجل up one octave selection remove select one octave. دلوقتي احنا بنسجل تجربة ملف صوتي عشان نشوف مستوى الصوت عليه بعض العمليات. دلوقتي احنا بنسجل تجربة gold wave. ودي فكرة اللعب في البيتش طبقة الصوت نفسها. طبقة الصوت نفسها خلاص بتقلل درجات صوتية تمام او بتعلي درجات صوتية فالصوت بيختلف. هو ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ الصوت عبارة عن ترددات مش كده؟ فانت تشيل منطقة صوتية معينة او تغير في درجات الصوت ده هو اختلاف او طبقات الصوت ده اللي بيحسسك بالفرق اللي احنا سمعناه ده. سواء الاصوات الطبقات الغليظة اللي بتكون درجات صوت قليلة او الطبقات الحادة اللي هي بتكون درجات صوت عالية او حادة. خلاص؟ ده بالنسبة للبيتش. يبقى البيتش تعرف على طول ان دي طبقة الصوت. طبقة الصوت. خلاص كده؟ select all. ناخد ايه كمان؟ file submenu edit effect sensor resample playback rate resample resampling. فكرة السامبل في الصوت. السامبل ريت. احنا قلنا ان الصوت عبارة عن ترددات. خلاص؟ نعم. حته معينه ازاي يوصل دايما حته معينه في الصوت مش صوت كامل. ما انت التحديد بقى، ما احنا اتكلمنا عن التحديد. احنا اتكلمنا عن التحديد بتحدد الجزء اللي انت عايزه. الجزء اللي انت عايزه ده بتحدده. تمام. انا بس زي ما قلت لكم انا بعمل مقدمه. لا ما طبعا انا مش هقول لك ازاي لانه هنتكلم كتير في محاضرات كتيرة هقول لكم عليها وفي أماكن كتيرة برضو يعني تستفيدوا منها إن شاء الله في موضوع هندسة الصوت. هقول لكم عليها إن شاء الله. طيب فكرة السامبلينج ريت. نعم. تمام. أول حاجة الهيرتز التردد بتاعنا. التردد الافتراضي في كل برامج الصوت 44100 يعني 44100 تردد في الثانية الواحدة. ده ليه؟ عشان يجيب لك أدق التفاصيل في الصوت. المقصود به هنا الصوت أصوات كتيرة مع بعضها، مثلا لو لقاء كبير، آلات موسيقية كتيرة، تفاصيل دقيقة جدا. 44100 تمام. ده اللي هو ايه الافتراضي. لا هو في طبعا في اعلى من كده بالنسبه للصوت. ده التردد اللي هيضمن لك كافه تفاصيل الصوت موجوده. لا هو مش في النص. هو ده تردد عالي لكن في اعلى منه، بس التردد ده بيضمن كافه التفاصيل وخلاص. لكن في طبعا في اعلى منه. طبعا الصوت كطبيعة فيزيائية
هتلاقي ان 44100. ما هو عشان كده كل برامج طالما كل البرامج اتفقت على حاجه في الصوت يبقى دي حاجه من خواص الصوت نفسها او حاجات مرتبطه بطبيعه الصوت الفيزيائيه. خلاص. الموضوع الصوت التعادلات في الثانيه، كل ما البرنامج استوعب في الملف اللي انت شغال عليه، كل ما الملف ده كان معد ان هو يستوعب تعادلات اكتر، كل ما كان هيجيب لك تفاصيل ادق في الصوت. تمام. يعني مثلا لو انت ظبطت الملف ده على 8 مثلا، تمام، يعني شوف انت الفرق بين 44100 وبين 8. تمام. ايه اللي هيحصل؟ لو في اصوات كتير وفي تفاصيل كتير في الصوت مش هيجيبها، لان انت ما خليتش الملف يستوعب غير 8 ترددات فقط في الثانيه الواحده. هتفهم حاجه؟ ها شباب؟ ممكن لا، مش فكره تلغي منه، هو ملف انت بتحدد له يستوعب قد ايه من الترددات في الثانيه. الترددات دي بتفيد في مساله ان انت لو في تفاصيل في الصوت كتيره هيجيبها، ف 44100 التردد الافتراضي اللي هيضمن سماع حضرتك لكل التفاصيل او تسجيل كل التفاصيل الخاصه بالصوت في الملف اللي قدامك. خلاص كده. دي فكره السامبلينج ريت، او ان انت تظبط عدد الترددات في الثانيه الواحده بالنسبه للملف اللي انت بتشتغل عليه. خلاص كده الريتنج او السامبلينج ريت. عندنا مصطلحات كتير في الصوت يا جماعه نتكلم عنها. عندنا مصطلح اسمه بلاي باك، اللي هو الاصوات اللي انت بتسمعها، يعني الاصوات اللي بتشغلها فعلا تسمعها، دي المصطلح التقني بتاعها بيبقى اسمه بلاي باك. عندنا ريكوردنج الاصوات اللي انت بتسجلها، الاصوات اللي انت بتدخلها للجهاز دي ريكوردنج، تسجيلات. ما انجزوش ليه وسابوا الدنيا زي ما هي يا شباب؟ ازاي؟ لا، هو الموضوع تقنيا الريكوردنج اللي هو التسجيل نفسه، الاصوات اللي انت بتسجلها. تمام. عمليه ادخالك للاصوات اسمها انبوت. تمام. ولكن فكره الصوت نفسه، الصوت او العمليه نفسها كلها اسمها ريكوردنج، تسجيلك للصوت. عمليه دي مرتبطه بحاجات تانية زي ما قلنا اتكلمنا عنها من شويه. وموضوع البلاي باك ده قلنا سماع حضرتك للصوت عن طريق سواء برامج او مشغلات للصوت، مشغلات اجهزه يعني اقصد. من المصطلحات اللي لازم مهندس الصوت يبقى ملم بيها ريفيرب. هو احساس بمكان المتكلم، احساس بمدى اتساع المكان اللي بتتكلم فيه. يعني دلوقتي بتكلم اهو انت حاسس ان انا بتكلم جوه قاعة، انت سامع صوتي، سامع برا المايك، فحاسس بمدى اتساع المكان اللي انت فيه. تمام. هناك عدد كبير جدا من الريفيربس، الاتساعات الكتيرة يعني موجودة بتوفرها برامج هندسة الصوت. يعني انا وانا بتكلم دلوقتي انت سامع صوتي سواء عن طريق السبيكر او عن طريق القاعة، فهو ريفيرب معين، ولكن ممكن احط على صوتي مؤثرات اخرى من نوع الريفيرب ده، بس تبقى ليها يعني تأثيرات أخرى. يعني في مثلا ممكن أحط على صوتي كأن أنا موجود بتكلم في مكان فاضي تماما، فيبقى في ريفيرب بيعبر عن الموضوع ده، كأن أنا بتكلم في جوه مثلا ماسورة، مثلا كوباية، أي حاجة بتدل ليها ريفيرب معين. أي حاجة طبعا الجولد ويف بيوفر هنا ريفيربات، ولكن يعني هو مش قوي في أسئلة الريفيربات. في برامج تانية ممكن نستخدمها دلوقتي عشان تعرفوا اثر الريفيرب ده عامل ازاي. برنامج زي ساوند فورج مثلا،
ساوند فورج برو 2 تيب انجلش يونايتد ستيتس يو اس ساوند فورج. تعال نسيف الصوت اللي احنا سجلناه بالجولد ويف وناخده على ساوند فورج ونحط عليه ريفيربات معينه. جولد ويف جولد ويف انتايتد 1 سلكت. دلوقتي احنا بنسجل. Confirm dialogue untitled 1 has been no button. Yes button. Save sound as dialogue file name. File name. Combo box collapsed. Edit. Selected untitled 1.wav. W. Selection removed. A. D. Save as type. Combo box wave star dot wave collapsed. Expanded. Save as type. Combo box wave star dot wave collapsed. Save button. Cancel button. Dialogue. Combo box PCM signed 60. Save in. Combo box music collapsed. Dialogue attribute. Cancel button. Save button. Processing. Confirm dialogue 1502.mp3 has been modified. Do you want to save the changes? No button. SoundForge Pro 10.0. Workspace. Open dialog file name. Clownfish of Adders 8/28. Skype. Clownfish of Adders. Folder view list. Documents. M. Music 4 of 8. Folder view list. iTunes 1 of 3. Taping radio. Wad.wav. دلوقتي. Taping radio. Wad.wav. SoundForge Pro 10. أخذنا ملف دلوقتي جوه SoundForge وإحنا سامعين وعارفين الريفيرب بتاعه. تعالوا بقى نعرف إزاي الريفيرب هيغير في إحساسك بالمكان بتاع الصوت. File sub, edit sub, view sub menu, insert sub menu, process sub menu, effect sub menu, acoustic, amplitude, chorus, delay slash, distortion, dynamic sub, envelope, flange slash, wrap, gaper slash, snip, noise gate, pitch sub menu, resonant filter, reverb, vibrato, reverb, Sony reverb mod dot wave, preset, combo box collapsed, edit, selected, untitled. عندنا أنواع كتير جدا من الريفيربس. Sys bright hall, select, Sys cathedral, Sys default open, Sys dense room, select, Sys long hall, selection remove, Sys medium hall, selected, Sys medium hall. دلوقتي احنا بنسجل, خدت بالك؟ بنسجل تجربة ملف صوتي عشان نشوف نشتغل عليه ونجري عليه بعض العمليات الخاصة بالصوت وإن شاء الله يكون بيسجل عشان ما نضطرش نشيل المايك يعني تعمل خيال في نظام الصوت اللي احنا نشيله. هنقفل الصوت نقفل التسجيل. Sys very long hall. Sys metal tank. Sys medium room. Selected Sys medium room. Edit focused. Sys medium hall. Sys medium room. Sound for. Select wall. Document with file, edit sub, view sub menu. Insert sub menu, process, effect sub menu. Amp, chorus, delay slash, distortion, dynamic sub, envelope, flange slash, gaper slash, noise gate, pitch sub, resonant filter, reverb. Sony reverb, Sys bright hall, selected Sys. دلوقتي احنا بنسجل. Untitled, selection removed, selected untitled. بنسجل تجربة. Sys. ملف صوتي عشان نشوف نشتغل عليه ونجري عليه بعض العمليات الخاصة بالصوت. ان شاء الله يكون بيسجل عشان ما نضطرش نشيل المايك. عرفتوا قيمه الريفيرب يا جماعه على الصوت؟ تمام. عرفتوا قيمه الريفيرب ومدى تاثيره على الصوت؟ تمام. طيب عندنا مصطلحات كتير الحقيقه لازم مهندس الصوت يكون ملم بيها. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده سواء الايكو او الريفيرب او السنسر دي بتعتبر افكتات مؤثرات او افكتس للصوت. هقول والله برامج ايه اللي ننصح بيها وهتكلم ايه الفروقات بينها. حاضر. document with file sub menu edit sub menu view sub menu maximize marker synthesis sub menu silence pan envelope volume envelope v cd index cd track command auto translate volume time sub menu smooth slash rotate audio reverse the sample sub menu reverse. عندنا reverse. reverse ده معناه ان هو هيقلب الصوت. هيقلب الصوت ازاي؟ SoundForge Pro 10.0 wav wav ازاي كده؟ space select wav space select wav space space select wav space wav.space SoundForge Pro 10.0 wav star wav star midnight 0 and 5 seconds 0 and 10 seconds 0 and space wav star space 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 wav SoundForge Pro space. Select what space. الفايل بس مش شغال. نعمل. Wave. Select دلوقتي احنا بنسجل
الريفيرس دي بتقلب الصوت يا شباب، بتقلب الصوت تمام، يعني هتسمع الصوت بشكل مقلوب، يعني كأن فاكر انت زمان فكرة الشريط لما كان بيبقى مقلوب والكلام ده تمام. دي برضو افكت موجود اسمه ديفيرس. في افكتات اخرى، انا بس عايز اخد الحاجات اللي ايه المهمة في الموضوع. طبعا عندنا برامج هندسة الصوت بيبقى في حاجة اسمها اندو عشان تلغي عمل انت عملته، في ريدو عشان تعيد هذا الفعل مرة اخرى، وطبعا كات وكوبي وبيست وبيست سبيشيال، وفي عندنا حاجة اسمها تريم. تريم ان هو تقص الاطراف، تشيل الجزء الاول والجزء الاخير من الملف. انت بتحدد له، طبعا انت بتحدد له نهايه الطرف الاول، يعني بتعمل سيلكشن لنهايه الطرف الاول، وفي بتحدد له بدايه الطرف الاخير وبتقول له تريم، فهو ايه بتعمل كنترول تي يعني في الجولد ويف تمام، وبيشيلها. يعني هو بيوفر عليك ان انت تحذف حاجتين فبيشيل بيعمل تريم. وفي حاجه اسمها اوتو تريم بقى، هو ايه بيحددها بشكل تلقائي اذا كان الموضوع هيسنج فقط، يعني هوا فقط. طيب في ديليت، وفي حاجه اسمها ميوت. فهندسه الصوت ميوت يعني كتم. الكتم ده انت ممكن تخلي ملف موجود فعلا موجود ده عليه ولكن ميوتد مكتوم، والكتم ده انت ممكن تخليه يطول الملف كله او جزء من الملف فقط. في حاجة في البرامج الصوتيات اسمها مالتي تراك. مالتي تراك يعني متعدد المسارات. متعدد المسارات، الصوت له مسارات متعددة بيسير فيها، فالطبيعي ان الموجات بتسير في مسار واحد، ده الطبيعي. الملف اللي انا سجلته مع حضراتكم ده احادي المسار، انا بتكلم وهو بيسجل وخلاص كده، ولكن هناك نوعيات اخرى من التعامل مع الصوت طبعا بشكل متقدم، مهندس صوت لازم يبقى عارفها، وهي الاصوات متعددة المسارات اللي هي بيسموها مالتي تراك. مالتي تراك متعددة المسارات. في برامج كتير للتعامل مع الموضوع ده، ولكن ايه هي اصلا فكرة المالتي تراك؟ اما تيجي حضرتك تكون في استوديو او بتسجل عمل، يبقى في ملف واحد عند حضرتك ولكن مقسم الى مسارات، كل مسار مسؤول عن التقاط صوت معين، مسار لالتقاط الايقاع، مسار لالتقاط صوت المطرب، مسارات اخرى لالتقاط الكورال، وهنتكلم عن الكورال كمان شوية، ومسار لالتقاط صوت الكمانجا، ومسار لالتقاط صوت العود او صوت الجيتار، وهكذا خلاص. وكل ده في ملف واحد، كل الكلام ده في ملف واحد، ده بيسمى مالتي تراك او متعدد المسارات تمام. فالبرامج اللي بتتعامل مع هذه النوعية من الملفات عندنا ادوبي اوديشن، وعندنا سونار او كيك ووك سونار من شركة كيك ووك، برضو بيدعم بشكل جيد جدا مسألة المالتي تراك او الملفات متعددة المسارات. عندنا المهندس صوت لازم يبقى عارف حاجة اسمها كورس. كورس اللي هو الكورال اللي هو الأصوات اللي بتصاحب صوت المنشد أو المطرب. الكورال ده ممكن يكون طبيعي، أشخاص فعلا تغني كورال مع بعض، أو ممكن يبقى كورال اصطناعي البرامج هي اللي بتعمله. تعالوا نشوف الكورال الاصطناعي ده ممكن يتعمل ازاي ببرنامج زي الساوند فورج أو برامج أخرى، بس احنا ناخد الساوند فورج ك نموذج قدام. اوكي ساوند فورج برو تكست، ساوند فورج برو تكست دلوقتي ده الصوت اللي احنا بنشتغل عليه. دوكيمنت ويندوز اديت سب منيو. نعم اغني؟ لا 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 بلاش. في سب منيو انسرت سب بروسس سب منيو افكتس افكت امب كورس. ايه امب كورس؟ لا لا هيتفهم
لا لا هات فيها ساوند كورس وات دوت ري. بص بقى لو اخترنا مثلا كورس جي تي في سلكت جي تي في. دلوقتي احنا بنسجل سيس كورس 1 بنسجل تجربه كورس ناس اكتر من واحد يعني صوتي. اسمع عشان نشوف نشتغل عليه ونجري عليه بعض العمليات الخاصه بالصوت ان شاء الله يكون بيسجل عشان ما نضطرش نشيل المايك ونعمل حاجات ايه ممكن يعني تعمل خلل في نظام الصوت اللي احنا ماشيين بيه. ها يا جماعة حد عارف الكورس ده فكرته ايه؟ ها؟ انه بيكون ايه؟ اكتر من ايه؟ اكتر من واحد طبعا هو الاثر بتاعه او الكورس اصلا معمول عشان ايه؟ عشان يبان اثره في الاناشيد والاغاني. ففكرة الانشاد والاغاني وكده بتبان في قيمة الكورس اللي لما بيغني. طبعا بس الكورس الصناعية كلها يعني انا اللي جربتها مش جيده يعني. طبعا الافضل الكورس الطبيعي لان بيبقى فيه يعني هارموني موجود وكده هارموني ونشاز مطلوب وحاجات كده تبقى موجوده في الكورس لازم يبقى كورس طبيعي. ولكن البرنامج هنا بيحاول يحاكي الكورس بان يعمل اكتر من صوت في نفس الملف. طبعا في حاجات تانية في الكورس كتيره بس احنا بنتكلم على المصطلح نفسه. يا رب ان شاء الله يكون المصطلح نفسه واضح. عندنا هيك كمان سيستم هيلب سب ويندوز سب اوبشن سب اف اكس فيفرت سب منيو تول سب منيو بيرن تراك ادفانس سكريبتنج سب اكوستيك ويف هامر اكوستيك ويف فيبراتو ريفرب ريزونانت فلتر بيتش سب منيو نويز جيت جيبر سلاش سليبر فلانج سلاش واوا انفلوب. الفلانج واوا دي ممكن يعني نتكلم فيها اللي هي بتضيف مؤثرات معينه على الصوت. سوني فلانج سيس 1 هرتز انتايتلد سلكشن ريموف سيس 1 هرتز فلانج. فلانج والواوا فلانج اللي هو الصوت يبقى شغال وتسمع فيه تمام. ده الفلانش وفيه مؤثر تاني اللي هو بيعمل واوا في الصوت. نسمع القصة اللي تبقى ماشية ازاي في بالنسبة لموضوع الاصوات. دلوقتي احنا بنسجل تجربة صوتي عشان نشوف نشتغل عليه ونجري عليه بعض العمليات الخاصة بالصوت. ده بالفلانش طبعا ان شاء الله يكون يسجل عشان ما نضطرش فيزر نشيل المايك ونعمل حاجات ايه ممكن يعني تعمل خلل في نظام الصوت اللي احنا ماشيين بيه. هنقفل الصوت نقفل التسجيل. بص سلو فلانش ده بيعمل ايه. انا بس اسمعك تاني سلو فلانش بيعمل ايه. دلوقتي احنا بنسجل تجربة ملف صوتي عشان نشوف نشتغل عليه ونجري عليه بعض العمليات الخاصة بالصوت. اسمع ان شاء الله يكون بيسجل عشان ما نضطرش نشيل المايك ونعمل حاجات ايه ممكن يعني اسمع الواو مؤثر الواو ده اسمعه بيعمل زيف بيعمل ايه في الصوت. دلوقتي احنا بنسجل تجربه ملف صوتي. اسمع نشوف نشتغل عليه ونجري عليه بعض العمليات الخاصه بالصوت ان شاء الله يكون بيسجل عشان ما نضطرش. دلوقتي احنا بنسجل تجربة ملف صوتي عشان نشوف عمليات الخاصة بالصوت ان شاء الله يكون بيسجل عشان ما نضطرش نشيل المايك ونعمل حاجات ايه يعني فلانش واوا من المؤثرات اللي ممكن يستخدمها مهندس الصوت في انه يلعب بالصوت زي ما هو عايز. المؤثرات الصوتيه كتير جدا وصعب ان احنا نحصرها مع بعض لانه كل برنامج بيتفرد ببعض المؤثرات موجوده فيه وبيشترك مع برامج اخرى في مؤثرات اخرى. ولكن تعالوا دلوقتي نتكلم في البرامج اللي ممكن الكفيف يستخدمها في مساله هندسه الصوت.
أول برنامج في هندسة الصوت وسهل جدا وفول أكسسبل برنامج جولد ويف. جولد ويف بيعمل بعض الأعمال البسيطة في هندسة الصوت ولكن هو أكسسبل جدا ويعني ممكن تشتغل بيه طبعا مع الاستعانة ببرامج أخرى. مع الاستعانة ببرامج أخرى ممكن تستخدم الجولد ويف كأساس بالنسبة لك في العمليات البسيطة للصوت. العمليات البسيطة عندنا ساوند فورج برنامج بيمتاز برضو انه اكسسبل شوية وكمان في مؤثرات جميلة جدا جوه ساوند فورج وعمليات تقدر تقوم بيها كبيرة جدا وهايلة جوه البرنامج ده. ادوبي اديشن من البرامج اللي بتدعم برضو فكرة المالتي تراك ومن البرامج الاكسسبل بقدر كويس مع المكفوفين وبتقدر طبعا فيها مؤثرات صوتية كتير جدا تقدر تشتغل بيها. عندنا برنامج الكيك ووك سونار سواء 6 او 8.5 البرنامجين دول كويسين جدا جدا في التعامل مع الاصدارين دول كويسين جدا في ان انت تتعامل مع مسألة هندسة الصوت ولكن بقى بشكل متجه ناحية الانتاج الموسيقي مش ناحية هندسة الصوت ناحية بقى ايه اللي عايز ينتج اعمال موسيقية سواء للمنشدين او للمطربين وكده بيحترف. طبعا الاداسيتي او الاوديو سيتي ده برنامج متعدد المسارات هو مجاني ويعني اكسسبل شوية ولكن امكانياته محدودة مقارنة بالبرامج اللي زيه. لا هو في امكانية حلوة جدا على فكرة. تمام انت ممكن تسجل سجلت اول ملف خلاص تمام انت ملف الموسيقى وعايز تركب عليه صوتك اصلا طب هو هي دي فكره المالتي تراك هي دي فكره انت تسجل على نفس التراك اصلا تمام الفكره دي موجوده في برامج كتيره تمام مش في اداسيتي بس طبعا كبرنامج مجاني وخفيف وكده جميل البرامج الموسيقيه يا جماعه او برامج هندسه الصوت اسف كلها بتدعم حاجه اسمها بلاجنز. مهندس الصوت لازم يعرف يعني ايه بلاجنز. البلاجنز هي اضافات وفلاتر بتتركب على البرنامج عشان تنفذ مهام ووظائف غير موجوده في البرنامج ده تمام. يعني مثلا برنامج الجولد ويف ما فيهوش ريفربات كويسه في ريفربات ضعيفه يمكن ما بتاديش اغراض بتاعتنا ممكن تنزل بلاجنز معينه اضافات معينه بتنزلها من الانترنت تدعم او تدخل للجولد ويف مجموعة من الريفيربس ممكن تستخدمها خلاص. ففكرة البلاجنز لازم مهندس صوت يكون عارفها ويستخدمها. في بلاجنز كتيرة في بلاجنز من شركة سوني موجودة في بلاجنز من الـ VST موجود على الانترنت وبتشتغل كويس زي الاوتو تون والهارموني انجن. اوتو تون يعني ايه؟ اوتو تون هي الضبط التلقائي لنغمة معينة بلاجن معين بيخلينا ما نخرجش يعني لو المطرب نشز او ادى نغمة نشاز الاوتو تون يرجعه للنغمة الصحيحة بتاعته ودي في مطربين كتير بيستخدموها في الاغاني ماشي. ولكن استخدام الاوتو تون دلوقتي في المهرجانات وما الى ذلك استخدام اخر وهو فكره انه يزحلق الصوت او انه يعمل مؤثر يستخدم التون كمؤثر في الصوت كله تمام. فده استخدام اخر طبعا. لا ده مش صح ولا حاجه ده استخدام صعب تعرف الصوت حلو ولا وحش لو كان الاوتوتون بيستخدم بهذه الكيفيه. عندنا حاجه اسمها هارموني انجن ده برضو انا بتكلم في بلاجنز دلوقتي. يبقى خدنا اوتوتون وخدنا بلاجنز بتحط ريفربات وتحط ايكوز وتحط مؤثرات تانية وفي بلاجن بيركب حاجه اسمها هارموني انجن. هارموني انجن دي لما تسمع عن المنشد بيقول انشاد وتلاقي فيه اصوات او فيه حاجات ممكن تبقى بصوته هو شخصيا
بتدي اهات خفيفه كده وراه يعني. تمام. الحاجات دي غالبا بتبقى هي الهارموني انجن، بتعمل نوع من الهارموني او من الانسجام. تمام. المصطنع. تمام. في بلاجنز كتيره زي ما قلت، من في اس تي ومن سوني ومن ادوبي ومن حاجه اسمها ويفز، برضو بلاجنز موجوده في الانترنت. الساعه كام؟ الساعه كام؟ ايوه 5:30. حلو قوي. هنختم دلوقتي الموضوع بالحديث عن الاماكن اللي ممكن تجيب منها او ممكن تستفيد منها في مساله هندسه الصوت. عندنا جروب على الفيسبوك اسمه نادي الهندسه الصوتيه وروائع المسموعات. الجروب ده هتلاقي فيه كل حاجه تقريبا عن هندسه الصوت. اللي عايز يستزيد ويسمع محاضرات في هندسه الصوت، في دورتين عملهم دكتور احمد عبد الظاهر، دوره اولى ودوره متقدمه، فيهم حاجات كتير كويسه في هندسه الصوت. في دوره اسمها الاصابع الذهبيه في الهندسه الصوتيه، تقريبا بيشتغل فيها دلوقتي او خلصها مش عارف، لسه بيشتغل فيها عبد الله عبد الرحمن، موجوده برضو هتلاقوها في نادي الهندسه الصوتيه تقريبا. في بعض المحاضرات قدمها عزو في القناه عندنا، هتلاقوها على قناه كيف دم كيف على اليوتيوب. وفي دروس مكتوبه شارك فيها اكتر من حد من الشباب المكفوفين، برضو هتلاقوها في نادي الهندسه الصوتيه. يعني مجال هندسه الصوت مجال خاص جدا للمكفوفين، تقدروا ان انتوا تحترفوه ان شاء الله بشكل كويس. المدخل ده كان بس عشان يقولك يعني ايه هندسة صوت، وايه المصطلحات اللي انت لازم تبقى عارفها، ويعني ايه صوت اصلا وطاقة الصوت والحاجات دي. فدلوقتي هنقفل المحاضرة بشكل نظري عشان نقسم الشباب اللي في قاع المجموعات عمل، وكل واحد او كل مجموعة هتكلمنا عن هندسة الصوت بعد ما يقعدوا يتناقشوا مع بعض في الموضوعات اللي انا هحددها لهم دلوقتي. وخلينا نشكر الشباب اللي على الانترنت واللي بيسمعوا التسجيل، ونشوفكم بكره.